على مرمى الرمي الجريدي، وسعد بقير في تنفيذ هذه الكرة الثابتة. 21 سنة ولد تتاوين، سعد بقير في تنفيذ المخالفة. السكري وسيم كمون على مستوى خط التسعة أمتار و15 احترام الامتار القانونيه من الحكم صادق السلمي. الرمي الجريدي في المرمى، سعد بقير وكيفيه التنفيذ مع الدقائق الاولى، واكيد فما تعليمات خاصه بالنسبه لكيفيه سعد بقير التنفيذ في مثل هذه الكرات. ينفذ يوزع على المرمى هذه بقير، كره من ياسين الخليسي، وهدف اول للترجي، هدف اول للترجي من المدافع شمس الدين الثوادي، يفتتح باب التسجيل. الكرة الثابتة في الترجي خطيرة، وكرة ثابتة أولى في المباراة. ثلاثة دقائق لعب، تأتي بالهدف الافتتاحي للترجي بعد تنفيذ كرة من سعد بقير. التمهيد يكون من فخر الدين بن يوسف بالراس من طه ياسين الخنيسي لشمس الدين الذوادي، وافتتاح باب التسجيل. كرة لمسة اثنين ثلاثة، كرة في الشبكة، ودفاع النادي الصفاقسي في المحور يتفرج دون متابعة. استناوا فخر الدين بن يوسف والخنيسي، وشمس الدين الذوادي المدافع يتمكن من التهديف مع الدقيقة الثالثة، وتتغير النتيجة 1-0 للترجي.